أول شيء بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبقول أنا ألف مبروك لجمهورنا الكبير اللي عم يساندنا، وأكيد ثلاث نقاط مهمات جدا يعني في ظل اللحاق بالصدارة. أكيد نحن الكبوي اللي صارت من خلال الأسبوع الماضي قدام الوسبة أكيد كانت يعني كبوة فارس، إن شاء الله بيرجع يعني هلأ بينتفض هالفرس هذا وبيرجع للمقدمة من جديد. أكيد نحن هلأ المباريات يلي عنا خلال المرحلة القادمة هن مباريات باعتقادي يعني نحن المفروض يكونوا بمتناول اليد، ما في شيء سهل، بس لازم نحن نكون حريصين جدا على كل مباراة نلعبها نحن بالوقت الحالي كبطولة. مباراة اليوم طبعا أثر كمستوى الفني، أثر علينا أرضية الملعب اللي كانت سيئة بشكل عام يعني على الفريقين، ما قدر الفريق يعني يفرض إيقاعه بشكل مزبوط 100% مع الأفضلية اللي كانت إنه يعني نحن خلال المباراة بشكل كامل، وخاصة إذا لاحظنا نحن الشوط الثاني يعني انعكس هذا الشيء على أداء الفريق من خلال الكرات الخطيرة اللي صارت إنه يعني عدة كرات نتيجة انخفاض الناحية البدنية عند الفريق الثاني. قدر الفريق الحمد لله يعني سجلنا 3 أهداف، تعرضنا لهدف من خطأ، بس بالمحصلة نحن الهدف اللي نحن جايين مشانه هو 3 نقاط الحمد لله اتحصلنا عليه. وأكيد فريق الساحل يعني ما كان هالفريق السهل، فريق ند كان عم يقاتل كذلك الأمر للحصول على نقطة. الحمد لله يعني إن شاء الله هيك القادم بيكون أفضل لإنا جميعا يعني، وتشرين يرجع أكيد للمقدمة لأن هذا هدفنا الوحيد نحن من خلال هالدوري هذا. يعني الحمد لله هي فاتحة خير لإلي، والفريق هيك رجع أخذ نفس بعد يعني التعثر اللي تعثرنا مع الوسبة، ونهدي الفوز للجمهور اللي حرمون لأنه كانوا هن المثاليين بكل الجولات مو بس بثلاث جولات، والحمد لله الله وفقنا. وهي ثقة الكابتن إنه مرة 2-3 أعطاني، هو اللي حفزني إنه عندك شيء. الحمد لله هيك الله وفقنا يا رب، إن شاء الله هيك في الدوري بتكرز إن شاء الله يا رب.